السيولة بالعملة الصعبة موجودة، السيولة بالعملة المحلية موجودة، والخبرات المصرفية موجودة. المشروع اللي بيتعرض علينا الجيد بندرسه وبندعمه كل قوتنا، طبعا عايزين بلد تقدم لقدام. ولكن كانت وتعلم ان هناك انتقادات بسبب توسع البنوك في شراء السندات واذون الخزانه، ربما على حساب التمويل الموجه للقطاع الخاص. لا، هو في شراء سندات واذون خزانه، لكن مش على حساب التمويل القطاع الخاص. يوم لما التمويل القطاع الخاص بيجي هو اللي بياخد الاولويه. وحتى احنا الاموالنا المستثمره في اوراق الماليه دي، انا اقدر اجيبها الفلوس دي على طول، لاني بروح اخصمها في البنك المركزي، فالفلوس دي موجوده، ده نقد موجود، دي سيوله. ولكن طبعا انا ما اقدرش كبنك اشيل السيوله دي بدون فوائد او بدون عوائد. هذه الفوائد المرتفعه ال 16% هي التي ربما تساهم في زياده ارباح البنوك بشكل سلس ويسير يعني. والله البنوك لما تكسب يبقى معناها اقتصاد كويس. السيوله المتوفره الان في البنوك، يعني احنا مش عايزين البنوك تخسر. السيوله الان المتوفره في البنوك، هل يمكن ان تستغل في مزيد من التمويل الحكومي؟ هو في الواقع العوائد دي مش بتروح للبنوك، مش هي اللي بتكسب، اللي بيكسب العوائد دي المواطن المصري. احنا عندنا 10 مليون عميل، ناس مدخر صغير شايل 100,000 جنيه و20,000 جنيه و50,000 جنيه ومليون جنيه، وبيعايش على العوائد بتاعتهم. العوائد دي رايحه للمدخر المصري، العائلات المصريه عايشه عليها. البنك مش بياخد العوائد دي، البنك بيكسب حاجه صغيره جدا، 0.5% 1% بس. هل السيوله الموجوده في البنوك تكفي لمزيد من التمويل الحكومي، ام هناك حد ربما يتوقف عنده هذا التمويل؟ بس تعالوا وهتلاقوا عندنا السيوله، يعني سيوله كثيره جدا. انت لو شفت بنوك اوروبا عندها سيوله خالص، بتسلفها اكتر من 120%، احنا مسلفين 50% بس. فسيوله اكتر من كده مش ممكن، ده هو احنا منتقدين عشان عندنا سيوله كتير. لكن الحمد لله سيوله كتيره معناه صحتك كويسه، معناه ان تقدر توفي الاحتياجات بتاعت الدوله. واداره هذه احتياجات البترول والغاز والسولار والاكل والقمح والاستيراد، مصر مستورده ب 60 مليار دولار السنه اللي فاتت، دولارات وفرناها وجنيه مصري مقابل وفرناه واعتمادات وتسهيلات ومع بنوك دوليه. لا الحمد لله البلد موفر لها احتياجاتها. كيف ترى تحركات سعر الصرف؟ يعني الجنيه بدأ يتراجع في الفترة الأخيرة، وهناك ربما توقعات بأن يشهد مزيد من الانخفاض في ظل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. مجتمع الأعمال يطالب بتخفيض الجنيه. مجتمع الأعمال يطالب زي ما عايز، ودي مش صاحب المسؤولية، هو مش مسؤول عن السياسة النقدية، هو أصل كل واحد هيدير سعر الصرف وكل واحد هيدير البلد، ما هو ما ينفعش. أنا بجيب مسؤول واقول ان هو عنده خبره وبثق في قدراته وبسيبه يدير السياسه النقديه. هو قاعدين، انا بقول بنك مركزي بقى له بيدير 10 سنين بكفاءه، يبقى احنا الحمد لله مطمئنين له، فما نشيلش هم الحكايه دي.